السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتهم فارماسيست مع حضراتكم، برحب بكم في الحلقة الثالثة من سلسلة تعليم صناعة ليكويد الشيشة الإلكترونية للمبتدئين. الحقيقة الحلقتين اللي فاتوا أو الجزئين اللي فاتوا، كان أول حلقة بنتكلم عن تصنيع الليكويد بسنجل فليفور، وتعلمنا إزاي نحط النسب بتاعتهم وإزاي نعتق. الحلقة التانية كانت عن التصنيع بقى الميكسد او الريسيبي للليكويد من كذا فليفورز محطوطين. اتعلمنا من 5 فليفورز، عملنا المذر ميلك، حطينا اتعلمنا ازاي نحط النيكوتين، ازاي نعتق، ازاي ننفذ طريقة التنفيذ والتعتيق. النهاردة الحلقة الثالثة بنتكلم عن برنامج هيسهل عليك شوية حساب النسب بتاعة الليكويد، النسب بتاعة الفليفرز اللي محطوطة في الليكويد والنيكوتين والبروبيلين جلايكول والجليسرين. البرنامج بسيط وسهل جدا، هو يعني برنامج للمبتدئين. في برامج طبعا تانية يعني مور ادفانسد، يعني هتحط فيها كذا حاجة وفيها كذا خانة وحاجات كتيرة عشان ايه تسهل عليك برضو ان انت تحسب الحاجات اللي داخلة في تصنيع الليكويد او الخامات اللي داخلة في تصنيع الليكويد بالنسب بتاعتها، وتسهل عليك بدل ما تمسك ورقة وقلم وتقعد تحسب بال1 من 10 وال2 من 10، يعني بتبقى طبعا صعبة شوية. البرنامج بسيط وسهل جدا، اسمه اي ليكويد فري. اي ليكويد فري هو موجود طبعا في اجهزة الاندرويد واجهزة الاي او اس، اعتقد موجود. جهاز سهل وبسيط، يعني برنامج سهل وبسيط جدا. في خانات طبعا سهلة هنتكلم عليها، مفيهاش أي حاجة خالص. عندنا نبتدي بأول خانة موجودة في البرنامج. انت بعد ما بتنزله بيظهر لك الشاشة دي. أول خانة البروبيلين جلايكول، وتاني خانة الجليسرين. طيب احنا هنا البروبيلين جلايكول والجليسرين محطوط كده مؤشرين. المؤشر الأولاني البروبيلين جلايكول امتى؟ لما بتزوده بيقل الجليسرين، ولما بتقلله بيزيد الجليسرين. تمام، خلينا مثلا انا عايز اعمل دلوقتي نسبة البروبلين جلايكول 30%، هشتغل على 70 30. تمام، فهجيب المؤشر هنا عند 30، والجليسرين طبعا هنيجي عند المؤشر 70. الخانة الثالثة دي ووتر، المية. في ناس بتحط مية، يعني في ناس بتحط مثلا 1% مية، بيخفف من لزوجة الجليسرين. والمية دي زي ما قلنا مش بتجيب مية على الرئة، الموضوع ده يعني اتكلمنا فيه قبل كده وناس كتير اتكلمت فيه. المية اللي هنا مش هي دي، يعني مش دي اللي بتجيب مية على الرئة. مية على الرئة ليها يعني عرض لأمراض تانية، أمراض في القلب بتاع شغلانة، يعني ليلة كبيرة، ده حاجة تانية خالص. يعني الوتر دي ممكن بتستخدم، مش ووتر بس، يعني في ناس بقى ناس بتاعت بلاد بره حط الكحول، كحول، حط فودكا، حط يعني. بس احنا يعني مش هنعمل فيها حاجه، نخليها زي ما هي كده زيرو، يعني احنا بنتشعبط في رضا ربنا، خلينا على الزيرو بيرسنتج. رابع حاجه النيكوتين انيشيال. طيب نيكوتين انيشيال يعني انا النيكوتين بتاع اللي انا جايبه من الراجل الموزع ده، يعني في كام ملي جرام في الملي، تركيزه كام. قبل ما اشتري النيكوتين لازم اعرف مصدره، لازم اعرف هو اسمه ايه، جاي منين، النوع ده نضيف ولا لا، يعني بسأل عليه التاجر او الموزع ده، يعني سمعته كويسة ولا لا. ممكن اتخمن دلوقتي في حاجات كتيرة مضروبة في السوق، وفي حاجات نضيفة طبعا جدا. فبسأل، بجيب النيكوتين نوعه، بجيب تركيزه، بره فيه تلاقي مكتوب 72 مثلا ملي جرام بير ملي، 48، 50. احنا معظم اللي موجود هنا في مصر تقريبا يعني 100% من اللي موجودين، النيكوتين اللي موجود في السوق 100 ملي جرام لكل ملي. طيب طبعا النيكوتين ده يعني الناس مسهلين عليك وبيجيلك متخفف جاهز في قاعدة او في بيز. في ناس بتخفف على بروبيلين جلايكول، وفي ناس بتخفف على جليسرين. انتوا يعني عارفين النيكوتين ده حاجة خطر جدا، يعني كبيور نيكوتين نقطة منه ممكن تموت بني آدم، لدرجة ان انت لما يعني اللي بيجي يخف النيكوتين ده لازم بيكون مجهز تجهيز
عالي، يعني كمامات مش العادية، كمامات اللي هي الغازات بتاعة الغازات، نظارات للعين، اوفر هيد وجلافز، جوانتيات، يعني حاجات لان مجرد ما فتحت الازازة فانت في حاجة بيسموها الدائرة الحمراء، يعني دائرة الخطر، في متر حواليك كده خطر، انت كده في حتة خطر. فطبعا احنا الحمد لله النيكوتين اللي موجود كله دلوقتي بيبقى متخفف جاهز، جاي متخفف جاهز. طيب مخفينه في ايه؟ بيخففوا في بي جي او في جي، او يعني هو دول الحاجتين اللي موجودين. وفي حاجة يعني الناس بتحط اديتيفز او بتحط ايه، حاجات اضافات على النيكوتين. طيب نيكوتين انيشيال دي يعني بيقول لك التركيز بتاعه قد ايه. طيب التركيز بتاعه احنا اتفقنا ان معظم اللي موجود او كله تقريبا 100%، فانا هختار المية. طب المية بقى القاعدة بتاعتها ايه؟ بروبلين جلايكول ولا جليسرين فيجيتابل جليسرين، ولا في اديتيفز معاها؟ طبعا مفيش اديتيفز، مفيش حاجات يعني اضافية تتحط موجود. طيب فاحنا معظم الموجود يعني في يعني نيكوتين كتير موجود في السوق بي جي. خلي بالك لازم تركز لان ممكن القاعدة بتاعتك تبقى في جي، وده برضو موجود في السوق على فكرة. تمام، يعني في انواع مشهورة موجودة في السوق القاعدة بتاعتها جليسرين، فانت لازم تخلي بالك لان ده هيفرق في الحسابات بتاعتك بعد كده، هل هتشيل النيكوتين ده، نسبة النيكوتين دي من البروبلين جلايكول ولا من الجليسرين. يعني انت ممكن تاخد النيكوتين وما تعرفش، متبقاش باصص، ما تعرفش تفتكر ان هو بروبلين جلايكول القاعدة بتاعته وهو اصلا جليسرين، فهتقوم ساحب وحاطط، تلاقي الليكويد بتاعك طعمه مش مظبوط، مش تمام. تقعد تدور بقى وبتاع ولا هتوصل، هتقعد بتفكر انت في حاجة تانية خالص وفي كويل وبتاع، وانت يعني ما خدتش بالك انت عملت ايه. فنخلي بالنا النيكوتين يا اما القاعده بتاعته بروبلين جلايكون، نسال موزع مش مشكله، لو مش مكتوب عليه مش عيب نساله، وتركيزه قد ايه؟ 100% في الغالب. تمام، فاحنا نجيب المؤشر هنا بروبلين جلايكون، ده اللي انا بشتغل بيه مثلا، لكن لو انت بتشتغل بجليسرين خلاص هتجيب المؤشر هنا. خلاص جبناه هنا على 100%، 100 مللي جرام بير ملي، ونسيف. خلاص احنا كده ايه، سيفنا. طيب يبقى احنا هنكتب هنا 100، كويس تمام، ده النيكوتين الخام بتاعك. تمام، طب فاينل نيكوتين انت عايز توصل بالنيكوتين بتاعك ده فين في الليكويد؟ انت عايز تشرب على 3 نيكوتين ولا 6 ولا 4.5 ولا 12 ولا 9 ولا 16 ولا whatever 18 20 36، يعني زي ما انت عايز. انت عايز تشرب مثلا، انا يعني بفضل بشرب على 3 او 6 بالكتير. تمام، هنكتب 3 نيكوتين، عايزينهم 3. حلو، الخانة بقى الخمسة فليفرز. هو البرنامج بسيط جدا لدرجة ان هو مش مقسم الفلوس، وهو عاملها ايه يعني نسبة كلها. يعني انا دلوقتي عايز احط مثلا كذا فليفر، ف هحط مثلا 3 وبتاع. في برامج طبعا يعني بتبقى ادفانسد شوية، متطورة عندها شوية، بتحط مثلا بالاسم ستروبري ريب مثلا في خانة 10%، تشيز كيك مثلا 8%، فانيليا كاسترد مثلا 3%، هاني مثلا 3% كده. يعني هتحط في كل خانة تعمل اد لايه، لاسم الفليفر ونسبته اللي انت عايز تعملها وكل حاجة، يعني كل النسب، وبعد كده يقوم ايه مطلع لك النت ريزلت في الاخر، او اللي هي النتيجة النهائية. تمام، لكل حاجة بالمل. تمام، هنا البرنامج ببساطة هو قايل لك ايه، الفليفرز كلها على بعضها كام في المية. يعني انت مثلا حاطط 3 4 يعني فليفرز موجودين، ده 3% وده 5% وده 6%، مجموعهم يبقى كام في المية؟ مجموعهم مثلا هنقول مثلا يعني نعتبر هنا، دوس هنا كده مثلا عملنا 15%. تمام، مجموع الفليفرز كلها والنكهات كلها مع بعضها. هنا النقطة دي ايه؟ هنا النقطة دي في ناس يعني عايزة مثلا تحسب، لو هتعمل حاجة نسبة صغيرة قوي او كمية صغيرة جدا عايز تحسب بالنقط، تحط كام نقط، 3 نقط 4 نقط.
هو في الغالب موضوع النقط ده بيبقى مش صحيح، لان النوزل بتاعه القطار نفسها او اللي هي اللي هي الراس يعني، او اللي بتنقط في القطاره، تمام، النقطه بتاعتها دي بتختلف السعه بتاعتها. يعني في مثلا نوزل او قطاره رفيعه صغيره، في عريضه شويه بتاع، فالنقطه نفسها بتختلف حجمها، في نقطه بتبقى كبيره شويه، في نقطه بتبقى صغيره. هم بره بيعتبروا ان الملي الواحد 20 نقطه. طب على اساس ايه يعني النقطه دي لو كبيره شويه مش هتعمل ايه 1 ملي، لو في نوزل ضيقه النقطه تنزل صغيره بتاع، فدي بتبقى تقريبيه تقريبيه جدا. الناس اللي هي بتشتغل بالحب كده يعني 20 نقطه، 23 نقطه مثلا، 26 نقطه كده يعني، تمام، هنقضيها بالايه، بالحب. فهو هنا كاتب لك في الاعدادات، تمام، ندوس على الاعدادات كده نشوف، هو بيخيرك بيقول لك الواحد ملي ب 20 نقطه، 20 نقطه، تمام، واحد ملي ب 20 نقطه، فانت هتقول له يعني تكتب 20 30 25 مثلا 10، يعني على حسب ما انت ايه، ما انت عايز تحط على النقطه دي بالحب. انا ما بستخدمهاش اساسا. حلو، فاحنا خلينا بالشوكه والسكينه كده والايه يعني، ماشيين بالسرنجات وبالنسبة، ويعني دي حاجة أحسن بكتير طبعا يعني، لكن دي يعني اكتب عليها كده دي بالحب بالطريقة كده، تمام. طيب الفوليوم اللي هو أنت في الآخر أنت عايز كام يعني، عايز ليكويد يبقى قد إيه، 10 مللي، 15، 50، 100، ربنا فتح عليك دخلت في ربع لتر، ربنا فتح عليك زيادة دخلت في لتر، دخلت في لاين عايز 10 آلاف ملي، 10 لتر، بقيت حوت عايز 100 لتر كده يعني، تمام. حتى ممكن تعمل 1 ملي يحسبها لك والله، يعني لو انت دوست هنا قلت مثلا خلينا في المتوسط، خلينا في حاجة ايه ما تكونش سهلة شوية يعني، بلاش ال 100 ملي وبتاع، نحسب مثلا ايه يعني 50 ملي، انا عايز اعمل 50 ملي مثلا. حلو، كتبت 50 ملي، يبقى احنا اول خانة بروبيلين جلايكول 30%، عايز اعمل 40، عايز اعمل 20، انا حر اقعد ايه اظبط براحتي. طيب الجليسرين 70%، انا بمشي على 30 70 في الغالب يعني، يعني ده طريقة. في حاجات ممكن تمشي على 50 50 60 40 برضه، بتبقى ايه على حسب طبعا الريسبي اللي انت عاملها. النيكوتين انيشال ده اللي هنسأل على الموزع، انت كام في المية ونوع النيكوتين، عشان في مضروب كتير والجليسرين في مضروب كتير والبروبيلين، كل ده بسبب نقص شركة الجمهورية والنصر خلت اللي يسوى واللي ما يسواش ينزل ايه اي حاجة، نجيب حاجات صابون صابون بقى وحاجات عطارة وبتاع، شغل يعني ايه يعني رخيص رخيص يعني. المهم نيكوتين انيشيال هنا اللي بتسأل عليه الموزع بتاعك، نوع النيكوتين وهو كام في المية، 100%. طب القاعدة بتاعته ايه يا برنس، بي جي ولا في جي، عليه حاجة غش وحاطط مية بتاع، عايز تكشف النيكوتين ده عليه مية ولا، في ناس بتغش بمية على فكرة يعني، في ناس كده الشيطان بيلعب في دماغها تقول لك يعني 1% كده، ايه سيكة كده مش هتبان، خد يا عم النيكوتين حطه في الفريزر وشوف اتجمد، حتة التلج كده صغننة حلوة يعرف ان النيكوتين ده ايه، فيستك، صب فيستك ما يدفعش فيه. طيب حصلوش حاجة يبقى ده ايه، فل، ده كويس يعني. وممكن اساسا يكون حاطط يعني بروبلين او جليسين بس ما فيهوش نيكوتين، عادي جدا مش هنعرف يعني، انت بقى وضمير. عشان كده انا بقول لك لازم تبقى ايه شاري من حد ثقة يعني، ما يمكن يلعب بأي طريقة وانت مش تعرف، ولا احنا هنعرف اساسا الا لو قعدنا نحلل وبتاع. بس يعني ليه، ما انا اجيب النيكوتين من مكان مضمون، تمام. طيب فاينل النيكوتين انا عايز اشرب على كام، 3 قلنا ايه، انا عايز 3. الفليفرز نسبتهم قد ايه، 15% مثلا، 16 17 عايز حسب ما تطلع. الفوليوم انا عايز في الاخر 50 مللي، اعمل 50 مللي وادوس على النقطة دي، يطلع لي النت ريزلت. بص طلع لك شيت كده، يو نيد، انت عايز بروبيلين جلايكول 6 مللي، جليسرين 35 مللي. على طول بقى ايه، اعمل سكرين شوت واحفظ، ولا بقى تقعد تحسب ولا اي حاجه خالص. نيكوتين 1.5 مللي، السرنجه 3 سم دي تاخد منها 1.5 نيكوتين. الفليفر نسبته او يعني حجمهم 7.5 مللي في الليكويد. التوتال فوليوم 50 مللي. طبعا
مفيش اسهل من كده. البرنامج ده سهل جدا، مفيهوش اي مشكلة، اي حد عايز ينزله موجود على البلاي ستور، اعتقد نازل برضو الاي او اس يعني، ما جربتش. لكن هو برنامج سهل وظريف وبيساعد، وايه يعني بينجز بسرعة يعني. في برامج طبعا تانية موجودة على النت ونازلة برضو على البلاي ستور، ربنا سهل. لو ايه لو في فرصة ان شاء الله نشرح البرامج التانية دي، بس يعني ان شاء الله الحلقات الجاية هتبقى فيها يعني حاجات مفاجآت ان شاء الله، هيبقى فيه شوية حاجات قيمة جدا. الحلقات هتبقى مختصرة شوية يعني، حاجات كده زي كبسولات صغيرة كده بس مهمة، بنحاول ان شاء الله يعني نستعد ليها، وربنا يسهل وتنافس الفيديوهات اللي موجودة حتى بتاعت بلاد بره ان شاء الله يعني. بفكر نعمل لها ترجمة وبقى مونتاج وبتاع حوارات بقى وليلة كبيرة سعادتك يعني. ان شاء الله الفيديوهات الجاية هتبقى يعني حاجة احسن من كده بكتير ان شاء الله. بس ده كان النهاردة الحلقة، حلقة بسيطة وصغيرة عن الاي ليكويد فري، تمام، برنامج الحسابات. واتمنى ان انا اكون يعني افدتكم بحاجة وكل يستفاد، وان شاء الله يعني مستني تفاعلاتكم، لايك شير كومنتس بتاعتكم والاسئلة، انا موجود وعلى الماسنجر موجود، واي حد عايز اي حاجة في اي وقت انا تحت امره. بشكركم جدا، تحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.